ولإلقاء المزيد من الأضواء حول مجريات اليوم الأول لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024 ينضم إلينا من قاعدة الصخير الجوية الزميل يحيى العمري. يحيى، هل لك أن تضعنا في أجواء اليوم الأول لافتتاح معرض البحرين الدولي للطيران؟ نعم، أهلا ومرحبا بكم زملائي الأعزاء في الاستديو، شكرا لكم. لا زلت الآن متواجد في معرض البحرين الدولي للطيران، هذا المعرض الذي يقام على أرض مملكة البحرين للمرة السابعة وتحديدا في قاعدة الصخير الجوية. هذه القاعدة التي تحتضن الآن مشاركات واسعة من قبل مختلف الوفود الدولية التي حضرت إلى مملكة البحرين، بالإضافة إلى توافد العديد من الزوار لهذا المعرض للإطلاع على التجارب الثرية التي يوفرها هذا المعرض في مجال الطيران والخدمات والأمور المختلفة التي ترتبط في هذا المعرض. سأتحدث أكثر عن أجواء المعرض مع ضيفي على الهواء مباشرة، الدكتور عزام قاري الرئيس التنفيذي لشركة أبسكو السعودية التي تتواجد معنا اليوم هنا في هذا المعرض. أهلا ومرحبا بك دكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحييك. طول العمر يعني لو تحدثنا عن أهمية مشاركتكم وانطباعكم عن هذا المعرض في نسخته السابعة على أرض مملكة البحرين. طيب، أول شيء أشكركم والله يعطيكم العافية على اللقاء. بصراحة هذه ما هي أول مشاركة لنا في المعرض. المناسبة يعتبر ما شاء الله يمكن أكثر من مرة شاركنا، ولاحظنا في كل نسخة بيكون في مبادرة جديدة وفي تقدم وفي تطور، وفي خصوصا في موضوع الترتيبات الخاصة والشركات المشاركة، سواء جهات حكومية أو غير حكومية، خاصة مدنية عسكرية. في ميزات إضافية في كل نسخة من النسخ، بنلاقي في تغيير وتطوير في الترتيبات. والميزة طبعا الرئيسية بصراحة ربط ما بين الشركات والقطاعات الخاصة والحكومية، شبه الحكومية والعسكرية وغير العسكرية، سواء في البحرين، في دول الخليج والريجن أو الإقليمي بصفة عامة. فبيكون فرصة جدا ممتازة لنشوف آخر التحديثات. ما يهمني وأن أسأل عنه، لأنني سألت العديد من الشركات المشاركة والوفود التي حضرت إلى مملكة البحرين، جميعهم أكدوا على أهمية هذا المعرض في الاطلاع على مختلف التجارب، عرض الخدمات وإبرازها بشكل أكبر للشركات المختصة والتي من الممكن أن توقع على إثرها العديد من العقود والاتفاقيات التي تهم هذه الشركات. بالنسبة لكم، إلى أي مدى اليوم هذا الأمر بات مهما ومجديا من خلال المشاركة؟ حقيقة نحن في مجال أبسكو كشركة في مجال الطاقة لنا عدد من النشاطات في عدد من المحطات، تزويد الوقود، مصنع خلط الزيوت، مراكز خدمة، موبيل سيرفيس سنترز، بالإضافة إلى مجال تزويد الطائرات بالوقود. في مجال تزويد الطائرات بالوقود نحن الحدث هنا في مجال الطيران، من خبرتنا في المناسبة هذه في السنوات السابقة، يمكن الشيء المختلف في المشاركة المرة هذه الحمد لله نجحنا في تشغيل رخصة تشغيل تزويد طائرات بالوقود في مطار البحرين الدولي، وهذه فرصة بصراحة نشكر كل القطاعات الحكومية والخاصة والدعم اللي وجدناه من جميع القطاعات، خصوصا الطيران المدني وشركة مطارات البحرين وجميع القطاعات صراحة، في دعم كشركة سعودية 100% في دولة البحرين في المملكة البحرين، كان دعم منطلق نظير صراحة، وأشكر الجميع على هذه المناسبة. المناسبة هذه أول مرة نشارك ونحن متواجدين بعد حصولنا على الرخصة والتشغيل في مطار البحرين، وكانت أحد الأسباب تواجدنا في المعرض هذا في السنوات الماضية. وزي ما تفضلت قدمنا خدماتنا والعروض الخاصة بالشركة والخدمات المقدمة، والحمد لله هذه واحدة من ثمرات المعرض. بالتأكيد دائما مرحب بكم في هذه المشاركة وغيرها من المشاركات. شكرا لك دكتور عزام. الله يعطيك العافية، فرصة طيبة. تسلم، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، كما تفضل ضيفي على الهواء مباشرة، هناك العديد من المشاركات من مختلف الشركات التي باتت تهتم اليوم بما يقدمه معرض البحرين الدولي للطيران من فرصة سانحة لمختلف الشركات لتبادل الخبرات والتجارب وأيضا استعراض خدماتها بشكل كبير جدا، بالإضافة
إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة من قبل مواطني مملكة البحرين وزوارها الكرام الذين قدموا من مختلف دول العالم للإطلاع على هذا المعرض والاستمتاع بأجوائه. هذا كل ما لدي من قاعدة الصخيرة الجوية، وعودة لكم في الاستديو.